بعد هذا اليوم بدنا نعيش بغرفة واحدة. هيك بدهن أهلي الله يصلحهم. وأهلي حطوا هدول التختين عشان ننام على تخت واحد كبير. بس أنا ما قبلت. أنت بتنامي على ذاك التخت وأنا بنام على هذا التخت. وأوعك أوعك حدا يضرب الموضوع، هذا الكلام بضل بيني وبينك. عم تفهمي؟ لا تخاف ابن عمي، أنا بنت أصل وأي شيء بصير بيني وبينك رح يضل هون. ماشي فوتي نام يلا. تصبح على خير. أنت من أهله. زيارتنا لبيت عمك ما راح تطول، جمعة زمان وبتلاقونا على طول ان شاء الله. تروحوا وترجعوا بالسلامة يا أبي. الله يرضى عليك. الله معكم. تسلم يا عمي تسلمي. الله يرضى عليكم، ديروا بالكم على حالكم ها؟ أوف يا عمو لا تاكلي هام، لا توصيني. يلا خاطركم. دير بالك على الشغل منيح يا أبي ها. لا توصي حريص يا أبي لا توصي. توكلوا على بعضكم، يلا خاطركم. الله معكم. مع السلامة. تفضل ابن عمي. يلا يا رب. الله ييسركم يا رب، الله يرضى عليكم كله امان. الله يرضى عليك يا ابني. ان شاء الله بتروحوا بترجعوا سالمين غانمين بجاه سيدنا محمد. اسمعي يا بنت الحلال يا فضيلة، أنا ماني متعود إني كذب. هاي الحرمة اللي قدامك اسمها جميلة، جميلة اللي كنت حبها قبل ما أتجوزك. قبل ما أتجوزك لأنه أهلي ضغطوا علي وجوزوني إياكي. طبعاً أنا رح ضل حبها وبدي إياها وبدي أتجوز على سنة الله ورسوله. بس بعد ما طلقك حرام عليك. لو كان عندك كرامة كنت حملتي حالك ورحتي لعند أهلك. طلقني؟ لا مو هلا بطلقك، بطلقك بعد ما اعمل اللي براسي. بس حسك عينك حدا يضرب اللي قلت لك يا ساعتها مو بس رح طلقك، رح خليكي تبكي دم. وانا ما رح اقعد عندك ولا دكه. الله معك. نورتي البيت يا امي. نور اصحابك. لك مو بس هيك، كنت اقعد معاها نفس هالقعده هي برضه ديار، وقدامي هيك النافوره وقدامي فنجان القهوه، بس ما كنت طيقه، ما بحبها. لك ما بحبها، بحبك لك يا عمري. القلب ما يهوى تقبرني. ان شاء الله بيقبرني الوش ما احلى. تقبرني؟ خلينا نتفق انه بعد الجواز، ايه؟ هلا انت فوت ارتاح وغير ثيابك وانا رح اعمل لك اطيب اكله بتحبها. طيب مثل ما بدك. يلا يلا. كنت تقبرني؟ Thank you.
عملت لك سلطة البطاطا اللي بتحبها. هاي استفتاحية بين ما جهز الأكل. لك إن شاء الله. عزة لا تاكل، الأكل فيه سم. وليه؟ أنت شو جابك لهون؟ مو شغلك. عزة؟ لا تصدق، هاي وحدة كذابة. إذا أنا كذابة، تفضلي كلي من الأكل أنت. كلي كلي عادي، كلي فرجية إنه ما في شيء. أنا ما فيني آكل، مالي جوعانة. معلش اكسري لها عينها وحطي لقمة بتمك. اكسري لها عينها يلا. اكسري لها عينها عم قلك كلي شبك. لا عم قلك كلي. ما بدي اكل. وايه انا حطيت لك السم كرمال اسرقك واخذ مصرياتك لانه انا من الاساس ما بحبك ولا بطيقك. انت رحت تجوزت وانا كان بدي اضمن حقي. أنا ما راح سلمك الكركو، عارفي ليش؟ لأنه اللي بيحب ما بيكره. روحي امشي. روحي! أكيد جاي تعزمني على عرسك الخميس الجاي. أكيد لا. أنا جاي أسألك إيش كان بتقبلي تهربي معي مشان نهرب؟ لك أنا أكيد بهرب معك لأني بحبك، بس أنت بترضى إنه تكون سمعتي تحت الرجلين بين الناس؟ لا أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما بيهون علي منه. عدا أني خايفة، خايفة إذا هربت معي تعيش عيشة الفقر، وهي العيشة ما تناسبك ويصير بدك ترجع لعند أهلك. لك بدك تفهمي منيح يا بنت الحلال انه ابي وامي ما عم يفهموا علي اني انا بحبتك. لك ابي حلف يمين، يمين بالله العظيم اذا ما بتجوزها ما رح يعطيني ولا نقله، ورح يحرمني من الورده ورح يتبرى مني. شو رايك؟ اي خلاص روح اتجوزها. الله يهنيك. اسمعيني منيح، انت اصبري علي شويه وقت. أول فترة من جواسي أنا وياها بس بكون دبرت أبي زبطته، كتب لي البيت وكتب لي محل وحياة هدول لطلقها. سنة الكون بحياته البني آدم ما رح يكون عادل. أنت بنت أصل والله بيستر على اللي بيستر. الله يسامحك. تسلمني هالمشي، لك تسلمني هالفتلة، تسلمني هالضحكة، يا الله احفظي ما عليك. ما تواخذني تأخرت عليك. المهم ما تتأخري علي باللي بدي اياه تقبشين. ربع ساعة وبنادي لك تلحقني. قولي قولي ربع ساعة، لك ربع ساعة بدهم يكونوا عندي 20 ساعة. هذا الكلام باطل حضرتك اليوز باشي. أنا بعمري ما اشتغلت هيك شغلة ولا شغلت مصاري حدا معي. الله وكيلك يا سيدي كذاب. أول ما أخذت الورثة من أبي عمل حاله وإجا لعندي، قال لي هات المصاري لشغل لك ياهم معي. غاب يوم يومين ثلاثة شهر شهرين، بعدين رجعت عنده قلت له شو صار بالمصاري؟ لك وين المرابح؟ قال لي روح مالك معي شيء. شو ردك على هالكلام يا أبو محجوب؟ ردي على الكلام يا حضرة اليوز باشي، كذب وافتراء هذا الكلام اللي عم يقوله، ما في شيء يأكد كلامه. أنا بعمري ما اشتغلت هيك شغلة، بعدين ما في دليل على إنه هذا كلامه صح. طيب، في شيء عقود بيناتكم؟ لا والله يا سيدي ما في. ما في. طيب في شهود على هذا الشيء اللي صار؟ لا
ها والله يا سيدي ما في، شنو هو قال لي انه خلي الموضوع بيناتنا ما بدي حدا يعرف. على حسب علمي حضرة اليوزباشي انه على الكركون أن لا يوقف اي مواطن ما لم يكن عنده مستمسك، وحيث انه ما في مستمسك عليه اسمح لي يمشي. شو يا ابو محجوب؟ تقعد محلي وخذ طربوشي. بس المشكله كلامك مزبوط، فينك تمشي. شو سيدي؟ شلون بده يمشي يعني؟ لك ومصرياتي؟ ما فينا نخليه عنا بدون مستمسك. بس يا سيدي حاجة بس بس. يعني شو فهم هذا الكلام يا سيدي؟ حقي راح؟ بالاصل مالك حق عندي. ابو محجوب طلع فيني منيح، انا مالي حق عندها؟ لا مالك حق. عاوز شي مني حضرة اليوزباشي بدي يمشي. الله معكم انتوا الاثنين يلا. بعد هيك. ولك يا سيدي اسعد، لك ليش تخليه يمشي؟ ولك انا حقي اكلي مصرياتي، لك من شان الله. طالعوا ابني طالعوا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لك يا ميت اهلا وسهلا، لك بست الستات وحلوه الحلوه. اهلين فيك ابو محجوب. لك من زمان من زمان مستني هالجيه. ايش احني اجيت؟ رح اعمل لك كاسة شاي، اطيب كاسة شاي بتذوقها بحياتك. هلا وقت كاسة الشاي؟ تشربها لوقت اجهز حالي. على كل، انا قبل ما تجي انت كنت مساوي ابريق شاي شحه بالمطبخ. طيب رح روح جيبه وسخن لك اياه. يلا عم بستناك على احر من النار والجمر. راجعت لك. ارجعي تقبشي يا بابا، ارجعي تكفنيني، ارجعي تطلعي على قبري. لك الله يصبرني، لك الله يصبرك يا ابو محجوب. قولي لك تاخري. لك تاخرت بشعباني، تاخرت. لك تاخرتي مشان الله تاخرت. لهلا ما نام. سلوى تكي وكون جاهزة. يا واطي لا مين انتي؟ انا مرته لابو محجوب. ولك لا تكذبي، ابو محجوب ماله متجوز وما عنده اولاد وما في حدا بالبيت. عم لك مين انتي؟ والله حق معك، شنو هو ما بينطق ولا حدا بيحبه. ولك عم لك احكي مين انتي احسن ما اجي شكك قبل ما شكوها. انا وحده الى حق عنده وجايه تاخده. ما فهمت. اي ما في لزوم تفهم. وانتي لحالك ولا معك حدا؟ لحالي. ومالي خايفه؟ لا ماني خايفه. شنو ابو محجوب اذا بينهد البيت فوق راسه ما بيفيق. ايوه وليش بقى؟ لانه شرب شاي فيه منوم. يعني بفهم منك انه انت اللي حطيتي له المنوه. ايه انا، لكن كيف بدي اشوف شغلي؟ شغلي؟ قصدك تسرقي بيته؟ لا، انا مالي حراميه، هو الحرامي اللي سرق ابي وتسبب بموته وجاب المرض لامي،
لك عيشنا طول حياتنا بالفقر والهم والتعتير، حتى البيت اللي عايشين فيه بالكره. يا باطل، معناتها نصب على ابوك مثل ما نصب علي. بشو نصب عليك؟ وانا كمان سرق لي ورثتي كلياتها. قال لي انه بده يشغل لي مصاري معه، وبعدين نكر كل شيء وقال لي روح مالك معي شيء. طول عمره خسيس وواطي واكل حقوق الناس. من شان هيك جيت انا لقتله وريح كل الناس منه. ايه؟ واذا قتلته شو رح تستفيد؟ بتقضي عمرك بالحبس هي اذا ما شنقوك. لك يا ابن الناس، انا والله فهمانه عليك وحاسه فيك، بس انت ما رح تستفيد شيء اذا قتلته، وحتى حقك ما بيرجع لك. لكن بدك كاني هيك قاعد عم اتفرج عليه وانا عم موت من قهري؟ لا، قهره وهو عايش. شلون؟ انت قديش لك مصاري معه؟ 20 ذهب. استنى شوي. خود هدول فيهم 30 ذهبة. أعوذ بالله، أنا ما باخد شيء منك. لك مو مني، منه اللي هن بالأصل حقك. أنا ما باكل حرام. لك امسكهم وخليني كمل شغلي. شو بدك تساوي؟ فهميني. بدي شلحوا البيت. شلحي البيت؟ شلون؟ لك امسك هدول. ناولني ناولني ايده. شو بدك تسوي؟ لك هات. بدك تبصمي على حجة البيت؟ لك والله لسه بده يزته بالشارع لهالواطي مثل ما زتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بعرف كل شيء عنه وعن سرقاته، وعندي المفتاح اللي بيخلينا نزله ويخليه يسوح بهالشوارع. والله ما عم بفهم عليك. تعرف شو هاد؟ شو هاد صائد؟ هاد صائد الزريبة تبع أبو محجوب. ولك بالزريبة في الخواريف والرزق والذهبات واللي نصب على فلان. احكي يا سعد احكي. اسمعني يا بحدو، أنا جاي ساعدك من شان ترجع السرقات اللي انسرقت لك من زمان. شو قصدك؟ قصدي شروة الغنم اللي اشتريتها ودفعت حقها بالكامل، وبعدين اجوا قطاعين الطرق وشلحوك يا. آخ يا سعد آخ، والله رح أموت، رح أموت من قفا الشغلة هي. بعيد الشر عنك أبو حدو، مشان هيك أنا جاي لعندك. أنا بعرف مين اللي سرقه، بس بشرط بدك تحط إيدك بإيدي. إيدي بزنارك، إيدي بزنارك لك أسعد، إيدي بزنارك. أحكي مين؟ حأحكي. هذا الكلام مو مزبوط بنوب أبداً. يعني أنت مو بايع روس الغنم اللي عندك وهن مرضانين؟ مالي بايعه ولا راس غنم، وروس الغنم كلها موجودة عندي بالزريبة. بس نحن رحنا على الزريبة وما لقينا فيها ولا راس غنم. شو هالحكي يا؟ مثل ما سمعت. ولي على قامتي وين بيكونوا راحوا روس الغنم؟ بلاني فيهم يا سيدي، الله يبليه بالمرض. لك هذا كذب، كذب حاجة كذب. لا مو كذب. سيدي أنا بدي اشتكي عليه وبدي احبسه. وليش بدك تشتكي عليه لتحبسني؟ أنا ما سرقت لك شيء ولا عملت لك شيء. طيب إذا رجع لك المصاري شو بتعمل؟ ما بحبسه سيدي إذا رجعه. قد إيه المبلغ؟ 100 ذهب يا سيدي. كذاب كذاب. ماني كذاب سيدي، وهي أسعد ليكو، أسعد مش هاد. شو يا أسعد؟ مزبوط كلامه سيدي، وأنا كنت موجود وقت البيعة، بس ما كنت موجود وقت الدفع. سيدي نحن حكينا بقصة البيع، بس ما بعد شيء، ما بعد شيء. قدامك حل من اثنين يا ابو محجوب، يا بتدفع له ال100 ذهبة
يا اما بتنحبس. ومنين بدي اجيب له الميتابه سيدي؟ يا اما بيستناني لحتى بيع البيت. البيت اللي انت ساكن فيه؟ ايه البيت اللي انا ساكن فيه. اجت حرمه من يومين وادعت انك انت بايع البيت. هاي الحجه مو حجه بيتك؟ بسات نفسها سيدي. وهي البصمه اللي عليها هي بصمتك. شو جاب هي الحجه لعندكم سيدي؟ انا ما بعد شيء. انت بتعرف حرمه اسمها سلوى؟ ايه بعرفها. هي اللي اشتكت عليك. فمعك 3 ايام يا ابو محجوب بتسلمها البيت، وإذا ما سلمتها يا نحن رح نجي ونطالعك منه غصب عنك. سيدي وأنا بدي مصاري كمان بكرة، إذا ما دفعهم بدي أحبسه. هو هيك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اجيتوا نقطعوا انشل؟ يا اختي قضاء الله وقدره، ما فينا نحكي شيء على حكم الله. بس بالاخير هذا الزلمه جوزك على سنه الله ورسوله. بقى الله يرضى عليكي، ضبي اغراضك لوصلك لعنده، يلا. يعني اختيار ومشلول كمان؟ يعني رضينا بالبين والبين ما رضي فينا؟ لك انو بين عم تحكي عنه؟ لك انت بتروحي على البحر بتنشفي، بعدين خليني اقول لك اياها بصراحه، قدومك مثل البومه ما بيجي من وراك غير وجع الراس. اي والله الختيار والمشلول والازعر والسيء ارحم منكم. يلا 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 روحي ضبي لي اغراضك، يلا خليني اوصلك لعند جوزك. من يوم اللي توفى ابي وامي وانا قاعده اسبوع عندك يا راضي، اسبوع عندك يا مهدي. وعم كون مثل الخدامة إلكن ولولادكن، مع كل هاد مو رضياني. بتصدقوا حكي نسوانكن عني وبتبهدلوني وبتزلوني هالفاضي والملا، وأنا راضي ومجبورة أتحمل لأنه ما عندي مكان تاني روح عليه. لك ولادكن عملوني مسخرة لأنه سامية ولطيفة فهمون إني عانس وإني حرف ناقص بين الخلايق. ومع كل هالشي اللي تم ياكل مالي تم يحكي، صابرة وحامدة ربي على كل شي. بس إنكم تجوزوني لواحد أكبر مني ب30 سنة وولاده قدي، إيه هاد الموت بعينه. ولك الزلمه معه مصاري ما بتاكلها النيران. لا هو بيطلع لك ترفضي والله. عم نقول لك الزلمه بصحته وعافيته وعنده مالكانات ما بتاكلها النيران، يعني رح تعيش عيشه ملوك اختي. بعدين لا تنسي حبيبتي تشكري ربك انه قبل فيكي، لانه امزكي حلتك بعينه، يعني لو هيك ما كان اجى وطلبي. على اساس العرسان مقتلين بعضهم عليكي؟ ولا اعمى قلب دق بابنا وقال يا محلى الكحل بعينك، فوق مالك عانس ومتحملينك ومتحملين غلاصتك وعم نصرف عليكي، لسا طالع لك تتشرطي تقبريني. بعدين بدي اقول لك يعني انا لا خلقي منك بصراحه، يعني صار لي سنين متحملتك، يعني ما عم باخذ راحتي بالبيت حاجه بقى. ونحن مو قدرتنا نشيل بلقمه حدا، لهيك شوفي شو بدك تعملي. كتر خيركم يا اخواتي، كتر خيركم يا لحمي ودمي. لك انا وين ما رحت او مين ما تجوزت رح تكون العيشة عنده أرحم منكم. أنا موافقة أتجوزه، أنا ما بدي منه شيء، ما بدي لا مهر ولا مقدم ولا مؤخر. ولا مرة حسيت بالأمان والحنية
عشت طول عمري خدامة. أنا ما كان بدي غير كلمة شكر. كلمة واحدة بس تحسسني إني إنسانة. وحس بشوية رحمة وحنية. أنا معك حسيت بكل هدول. وبكفيني منك كلمة الله يرضى عليك يا خديجة. بصراحة أنا ما كنت متوقع إنك تكوني هيك زعلانة كتير على أبي. هلا أنا بعرف إنه أنت كنتي يعني كتير منيحة معه وهو كان كتير مبسوط معك، بس شو بدنا نساوي؟ هي مشيئة رب العالمين. أبوك يا رائد قدمني اللي ما حدا قدم لي إياه، أعطاني الحب والحنية والاحترام. أنا ما كان بدي من الدنيا أكثر من هيك غير إنه يضل عايش معي. نحن شو ما ساوينا يا خديجة ما رح نقدر نكافيكي على اللي عملتيه. أنا بعرف إنه أبوك أول ما طلبني دفع مهر كبير لأخواتي، وبعرف إنه شرط عليهم إنه ما يسجل لي شيء باسمي، بس أنا يعني إلي عندك طلب صغير. مريني. أنا بدي غرفة تقاويني. أنا ما بدي أرجع لأخواتي بعد اللي عملوه فيني. أنا أهون علي إني موت وما أرجع لحياة الذل والقهر اللي كنت عايشتها. إذا ما بدك تعطيني هاي الغرفة أنا مسامحتك. إلي رب ما بينساني. الحقيقة أمي قبل ما يموت الله يرحمه كتب وصيته، وهي الوصية. كتب هذا البيت باسمك، وغير هيك كتب لك تلت مالكاناته كمان باسمك، ومحل قماش باسمك، وترك لك صندوق ذهب إن شاء ما تحتاجي حدا فيه. يعني ما رح ترجعي لا لعند أخواتك ولا تحتاجي حدا. وغير هيك اسمعي شو بدي لك يا بنت الحلال، أنا أخوكي بحب الله، وأي شيء بتحتاجي أنا جاهز. ونعم الأخ السعد. ما منقول غير الله يرحم. الله يرحم تراب. بدك شي مني؟ سلامة قلبك. دخيلك يا خديجة دخيلك. اخواتك لحقينا مش اخواتك مسجونين وما عم نقدر نعمل لهم شي. ان شاء الله ساعدينا. والله اذا ما ساعدتينا لحتى يتخدخوا بالحبوس. هذا غير انه ما معنا ولا مثلي كنت عم اولادنا. لك اهدوا شوي فهموني شو صاير. لك اخواتك متورطين بتجره كبيره بالسوق والتجار عم يطالبوا بمصاريهم. امنا قلنا لحالنا اكيد خديجه ما رح تنسى قديش شلنا فيها وقديش عاشت معنا على الحلوه وعلى المره، وما رح ترضى انه اخواتها ينضاموا. انه انسى شو عملتوا فيني انتوا واخواتي هذا مستحيل، وانه كمان ساعد اخواتي فهذا موضوع ثاني. مو قلت لك خديجة بنت أصل ما رح تردنا خايبين. طول عمرك صاحبة واجب، الله يوفقك لا تتركيهم. أكيد ما رح أترك أخواتي بالسجن، مو لأنه أجيتوا لعندي وطلبتوا هالشي، لا، لأنه الدم عمره ما بيصير مي، ولأنه هن الوحيدين اللي بقيولي من ريحة أبي وأمي. بكرة الصبح بإذن الله بيكون المبلغ مدفوع ورجالكم عندكم. الله يخلي لنا ياك يا رب. والله أنت ما في منك.
يلا امشي. بدك شي خديجة؟ خاطري. خديجة اختي، بوس ايدك، لا تشيلي بقلبك علينا. اختي نحن ظلمناكي كثير، ويمكن الله عم يعاقبنا على كل شيء عملناه فيكي. بوس ايدك سامحينا، كرامة للرسول سامحينا، نحن جايين نعتذر منك. مرقي لنا يا لك اختي. أنا ما كان عندي حلم بهالدنيا غير إنه تضموني وتحسسوني بالأمان والسند اللي ما شفته من يوم وفاة أبي وأمي. أنا مسامحتكم بس ما عاد بدي إياكم بحياتي، ولما بتحتاجوني رح تلاقوني مثل السيف بظهركم، بس لحد هون وبس. أنا نسيت إنه عندي إخوات. عند الله. امشي وين رحت؟